استهداف الاحتلال الاسرائيلي منزل يعود لعائله ابو عامر في مخيم النصيرات المنطقه الغربيه لوسط قطاع غزه. ادى هذا الاستهداف لاستشهاد سيده وابنتها. هذا الاستهداف لم يكن الوحيد الذي صحبه عدد من الاصابات التي وصلت الى مستشفى العوده بمخيم النصيرات غرب وسط القطاع، وايضا عدد من الاصابات الاخرى التي وصلت ايضا الى مستشفى شهداء الاقصى حيث نتواجد هنا. من ناحيه اخرى كان هناك ايضا استهداف من قبل الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة جسر وادي غزة من منطقة صلاح الدين، وهي المنطقة الشرقية لمخيم النصيرات، ونتج عنه إصابة عدد من المواطنين الذين وصلوا من خلال سيارات مدنية إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد هنا. إضافة إلى أن طائرات الكوادكوبتر لم تتوقف عن استهدافاتها للمواطنين في تلك المنطقة، والتي كانت بالتزامن مع وجود قصف عنيف في المناطق الشمالية لوسط قطاع غزة. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف مستمر ونسف منازل من خلال شهود عيان تحدثوا لنا بأن هناك نسف لمربعات سكنية في المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، بالتحديد المناطق الشمالية الشرقية والغربية لمخيم النصيرات. وهذا يعني بأن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لم ينتهي من عملياته في تلك المنطقة، حيث أن تلك المنطقة لا تتوقف فيها أصوات الانفجارات التي تسمع ما بين القصف المدفعي في تلك المنطقة، القصف من قبل الطائرات الحربية، وأيضا التعليق المكثف للطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر بشكل مكثف وخاص في تلك المنطقة، كونها المنطقة الأقرب لمحور نيت سريم حيث يتواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعزز من تواجده في تلك المنطقة من أقصى شرق وسط القطاع حتى أقصى غرب وسط القطاع، أي أنه من خلال هذا المحور يفصل مدينة غزة عن وسط قطاع غزة. وهذا يعني بأن هذه الغارات واستمرارها هو على مدار اللحظة، بالتحديد القصف المدفعي. القصف المدفعي حسين لم يقتصر أيضا على تلك المنطقة، إنما أيضا طال المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة ما بين شرق مخيمي المغازي والبريج، وأيضا شرق مدينة دير البلح وهي المدينة التي توجد في وسط قطاع غزة. نتحدث الآن ونستمع بصوت واضح وجلي إلى صوت طائرات الاستطلاع التي تعرف فلسطينية بالزنانة، والتي لا تفارق سماء قطاع غزة، بل وإنها تزيد في تحليقها مع وجود أكثر من طائرات استطلاع في آن واحد في ذات المنطقة. طيب. كل هذه هي باتت مع عوامل لتزيد من معاناة الفلسطينيين، تزيد من معاناتهم الإنسانية، إذ أن كل غارة إسرائيلية على أرض فلسطينية داخل وسط قطاع غزة أو أي مناطق أخرى في قطاع غزة هي تزيد من أعداد النازحين الذين يحتاجون لتوفير أدنى مقومات الحياة لهم، ولكن للأسف لا يوجد من يوفر لهم أدنى مقومات الحياة في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري وأيضا معبر كرم أبو سالم التجاري منذ أن احتل وبدأ بعمليته العسكرية البرية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. طيب محمد، الخيمة الموجودة في الخلف منك والملاصقة تماما للمستشفى تبدو مكتظة بالناس بالسكان، هل وضعتنا في تفاصيل ما يجري بداخلها؟ يعني حسين هذه الخيمة باتت هي مرادفة ومرافقة لقسم الاستقبال والطوارئ. الجميع يعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي بعد أن زاد من عملياته على وسط القطاع وعلى جنوب القطاع زاد عدد النازحين، فبالتالي زادت أعداد المصابين والمرضى الذين يصلون إلى مستشفى شهداء الأقصى. قسم الاستقبال والطوارئ لم يعد كافيا لاستقبال هذا الكبير من المرضى والمصابين، ونتحدث عن أكثر من مليون نسمة باتت موجودة في وسط القطاع، والمستشفى الحكومي الوحيد هو مستشفى شهداء الأقصى. هذه الخيمة باتت هي إن صح التعبير هي توسعة لقسم الاستقبال والطوارئ، يتم فيها استقبال الحالات المرضية الطارئة التي تصل إلى مستشفى شهداء الأقصى، ولكن حسب ما تقول لنا جهات الطبية وجهات الاختصاص في مستشفى شهداء الأقصى بأن هذه الخيمة أيضا هي غير كافية لحجم المرضى والمصابين الذين يتم استقبالهم على مدار اللحظة، لا سيما ونتحدث عن أوبئة وأمراض باتت منتشرة في صفوف النازحين
في وسط قطاع غزة في ظل ظروف إنسانية صعبة قاسية، لا تتوفر لديهم المياه الخاصة بالاستخدامات التي لها علاقة بالنظافة، لا يوجد مواد تنظيف أيضا في هذه الأماكن وهذه المناطق التي ينزح فيها هذا العدد الكبير من النازحين في خيام متلاصقة مهترئة ولا تحجب عنهم لا الأمراض ولا الأوبئة، بل إنها تزيد من هذه المعاناة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.